اعتماد معدل نجاح 10 من 20 بلغت النسبة الوطنية للنجاح للنظاميين في بكالوريا 23 50.63%، وهذه النسبة حسنة ومعقولة جدا بالنظر إلى الأضرار النفسية والبسيكولوجية والتعليمية والبيداغوجية وحتى الاجتماعية التي جاء بها الوباء. عدد المترشحين الحاضرين ذكور 195,738، عدد المترشحات الحاضرات من الإناث 319,676، عدد المترشحون الناجحون ذكور 87,057، عدد الناجحات 173,891، عدد الناجحين بتقدير ممتاز، يعني عدد أبنائنا اللي عندهم معدل عام في امتحان البكالوريا 23 يساوي أو يفوق 18/20، عندنا 1415. عدد الناجحين بتقدير جيد جدا معدل 16 إلى 17.99 هو 16671.